نجاح بدأ بخطوات ثابتة يدفعه تصميم وإرادة. الصحفية دنيا حسين وجه المدينة لهذه الحلقة. اختارت طريقها نحو الإعلام منذ أن كانت طالبة في المدرسة، فالتحقت بعد الثانوية العامة بكلية الآداب في جامعة عدن، وخاضت معترك العمل الإعلامي دراسة وممارسة، فكانت الصحفية دنيا حسين. الإعلام والصحافة هي كان حلم منذ الصغر. بدايتي كانت كنت من زمان، يعني من أنا طفلة أحب دائما الكتابة، وأحب كتابة تحديدا كتابة القصص، قصص الأطفال، وأحب كمان التأليف والكتابة، يعني أي موضوع يجيب بالي أكتبه. كان عندي دائما حلم منذ الطفولة إني لازم لما أكبر أصير شيء، مثلا إعلامية، أظهر في التلفزيون أو أكتب في الجرائد. كان هذا منذ الصغر. أتعزز هذا الحلم بالثانوية العامة لما اخترت دخول القسم الأدبي، رغم أني طلعت معدل امتياز وكنت من أوائل الطلاب، إلا أني اخترت أني أدخل القسم الأدبي لأني كنت مصرة أني أدخل كلية الإعلام. طبعاً برغم الصعوبات كمان اللي واجهناها في القسم الأدبي، كان بعض المواد كانت صعبة، ولكن كان عندي إصرار بأني أتخطي هذا الشيء وأحقق حلمي. حرصت دنيا خلال دراستها الجامعية على ممارسة الإعلام، مستفيدة من الانفتاح السياسي وحرية التعبير، فالتحقت بالكثير من الفعاليات الإعلامية والدورات التدريبية حباً في المجال الذي اختارت. قدمت في كلية الإعلام والحمد لله كمان تم قبولي ودخلت الجامعة. طبعاً بداية دخولي للجامعة كان برضو نفس الشيء، أحاول أني أعزز هذا الحلم وأنميه من خلال كتابة بعض الأخبار الصغيرة، من خلال المشاركة بكلية الآداب. كانت أحياناً تقيم حفلات، أحياناً كان يكون هناك في عديد من الدورات، أو كان مثلاً الدكاترة يطلبوا مننا قيام بعض التقارير، يختبروا كيف قدرة الطالب على هل يستحق أن يكون إعلامي أو لا. الحمد لله اكتسبت مرحلة كبيرة واستفدت كثير من الكلية، صح إنه مش الشيء المطلوب، ولكن الحمد لله لا أنكر أني استفدت بشكل كبير في الكلية. نشأت دنيا وترعرعت في أسرة رياضية، الأمر الذي أثر على ميولها الإعلامي لتصبح الصحفية الأولى في المجال الرياضي بمدينة عدن. وشاركت كمندوبة إعلامية في تغطية فعاليات وأنشطة الرياضة النسائية داخل وخارج اليمن، وكان لها إسهامات صحفية وكتابات في مختلف الصحف الصادرة في عدن. اخترت الجانب الرياضي تحديدا برغم انه كان في صعب انه بنت تكتب في المجال الرياضي، ولكن هذا الشيء لم يكن من فراغ. انا نشأت في بيت رياضي لانه ابي كان لاعب مع التلال، حسين فرحان كان لاعب التلال السابق، ونشأت في منزل يحب الرياضه، اخواني كمان يحبوا الرياضه، فتأثرت بهذا الشيء. كنت دائما على نقاش معه بالدوريات، باللاعبين، في كذا، فحبيت هذا المجال وتخصصت فيه، وكمان كنت اكتب مقالات رياضيه في صحيفه اخبار اليوم. مع أشكر كمان الأستاذ خالد هيتم اللي ساعدني وشجعني على كتابة المواضيع الصحفية المتخصصة بالرياضة. وبعد كده حبيت كمان أنه أني أتعمق في الجانب الإنساني، في الجانب الاجتماعي، مش بس أخصص هذا الشيء في الجانب الرياضي. طبعا قدمت في صحيفة الأيام بعد العودة، والحمد لله كمان اشتغلت في صحيفة الأيام، وبرضه تخصصت كمان في المجال هذا الرياضي. كان عندي صفحة خاصة في المرأة أعمل فيها حوارات مع لاعبات، أتواصل مع اللاعبات وأعمل معهم حوارات. كمان كان عندي صفحة محددة فقط برياضة المرأة بشكل عام، مش بس في كرة القدم، في كرة الطائرة، في كرة التنس، في مختلف المجالات الرياضية ولكن متعلقة في المرأة. على الرغم من الصعوبات التي واجهت دنيا حسين كصحفية وناشطة إعلامية في مجتمع يصعب على المرأة تحديد خياراتها وممارسة الكثير من حقوقها،
إلا أنها وبدعم من أهلها وتشجيعهم استطاعت أن تتخطى الكثير من تلك العراقيل. في دورات مثلا كانت تعرض علي اشارك فيها، في منتديات مثلا كنت اشارك في مواقع الكترونيه، كنت اكتب في مواقع، وبرضه بنفس الوقت جت لي فكره بدايه كتابه مقالات. عرضت الفكره على صحيفه اخبار اليوم وتم الترحيب الكبير بالفكره، وكان عندي يوميات هي اسمها يوميات امراه. بدات اكتب فيها خواطر متعلقه بالمراه بشكل يومي، برغم انها كانت صعبه انه شخص يكتب يوميات، يعني كان المفروض تكون اسبوعيه شهريه مثلا سنة، لكن انا كنت مصره انه يكون يوميا. والحمد لله كمان لقيت فيها اعجاب كبير، وكان كثير من الناس يتكلموا عن، يعني يعطوا لي ارائهم بان شيء ممتاز واصلي. طيب بعد ما خلصت الكليه الحمد لله برضو طلعت معدل الحمد لله انه يأهلني اني اكون معيده على قسمي، بس للاسف ظروف البلاد والاوضاع اللي نمر فيها ما، يعني للان لم يتم، يعني لم ياتي لي قرار التعيين، ولكن انا برضو مصره على تكمله دراسه الماجستير في الجامعه. الصحفية دنيا حسين كانت ولا زالت تؤمن بأن النجاح يبدأ بخطوة ويكتمل بتصميم وإرادة، وأن الشخص الطموح لا يتعثر بالعراقيل بل يبني منها سلما للنجاح.